اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو من جديد. شحال دابا ما درتش الفيديوهات؟ شي سيمانه بحال هكاك ولا اكثر، لانه انا كندير لي فيديو ما كتشوفوهمش، فما كاين لي الصراحه نبقى نبارطاجي شي حاجه اللي ما غاديش تشوفوها. دونك البنات صراحه توحشتكم وتوحشت ندير فيديو، توحشت نبان قدام الكاميرا. بما انه خرجت اليوم وخديت شي حاجات قلت غادي نبارطاجيهم معكم. اول حاجه انا خديت الفولار، هانتوما كما كتشوفوا هذا انا اللي دايره على راسي، وفحالو خديت منه الوان واحده اخرين. وشنو يعجبني فيه؟ هاد لي زيستراس اللي القدام، وهو موسلين ما شاء الله، غزال البنات ورطيب. واللي عجبني اكثر هو لي بري غزاله صراحه، لي بري مناسبه. فين مشيت باش خديت هاد لي فولار؟ مشيت البنات لقريه العرب، قريه العرب الناس اللي كاينين هنا راه عارفينها، فيها اثمنه صراحه مناسبه. بالنسبه لي فولار، بالنسبه للوان اللي خديت هذا، شوفوا هاد اللون شحال زوين، شوفوا لي زيستراس لي بالجناب. وخديت على اللون المارو كتحمق عليه ماما وحباتني فيه صراحه، غزال كيجي صراحه في اللبسه. خديت خشي الابيض، عمرني ما درت فولار في الابيض، وديما كانت شهاده، ديما صراحه كنشوف البنات صراحه كيديروا دي فولار هكا في الابيض وما كنزعمش، كنقول لا راه يقدر ما يجيش معايا، صراحه جا معايا زوين. ها هو شفتو غزال، انا غادي نحل لكم واحد وغادي تشوفوا. وهذا كما كتشوفوا هذا راه في الكري. بالنسبه لهذا بلاتي نوريكم، شوفوا الطول اللي فيه والعرض، شوفوا العرض. بالنسبه للبري هما باربعه، ديجا ملي كتمشي عند شي واحد كيقول لك خدي اربعه الثمن الفلاني، سته بالثمن الفلاني، يعني ما تيقولش لك الثمن ديال واحد بحال كيبيع بالجمله. المهم اربعه بمية درهم، وكاينين بحالهم مما فيهمش لي زيستراس سته بمية درهم. انا بغيت لي فيهم لي زيستراس، علاش؟ لان ديجا انا عندي الفولارات كاملين دياولي في الالوان، يعني ماشي هكا، يعني غير سامبل، فقلت غادي نبدل شي شويه. هادو بالنسبه لي فولار. ثاني حاجه شنو خديت؟ غادي نوريكم البنات، خديت عبايه في الزيتي. وعرفتي البنات شحال كتجي خطيره في اللبسه، كتجي واعره، كتجي كتحمق. شوفوا اليدين وتخيلوا ان الثوب موسلين غزال مع الفولار ديالها. انا الفولار شاده، شوفوا الفولار ديالها هانتوما البنات، وانا كنحمق على الحاجه اللي كتكون سامبل، يعني العبايه تكون سامبل تقريبا بحال هذه. هذه راه كنت خديتها ب 500 درهم، هذه اللي لابسه، وهذه اختي غير ب 100 درهم، هذه غير ب 100 درهم. هذه خديتها من السوق الصيني، دزت لقريه العرب تقديت هادو، مشيت للسوق الصيني خديت منها هادي. هادي فيها بزاف ديال لي كولور، كانوا معلقين وحده في الكرونه عجبتني، كنت غادي ناخذ الكرونه وانا نقشع هادي وانا نعشقها. ولكن انا ما نكذبش عليكم، نخلي لكم صوره هنا غادي تشوفوا يعني كيفاش كتجي في اللبسه، كتجي واعره كما كتشوفوا البنات. عرفتي التوب ديالها كيحمق، كيحمق مدوبله مدوبله، شفتوا هانتوما البنات. وفيها العقيدات الوسط بحال هادي، يعني كتسديها محترمه ومريحه، ديجا كاين الصهد وكلشي، يعني مريحه من داكشي الرفيع. المهم الزيونات ديالي، خديت شي حويجات وحده اخرين نمشي للبيت باش نوريكم، حيت البيت ما عنديش فيه الاضاءه بزاف، داكشي علاش ما كان زعما ما كنبغيش نصور فيه، وداكشي داكشي علاش كنجي لهاد البليصه هذه اللي فيها الاضاءه ديال الله سبحانه وتعالى. المهم دابا غادي نوريكم شنو شريت، المشتريات اللي باقا. عرفتي راه سخفانه، راه كندير لكم فيديو انا سخفانه. نوريكم المشتريات ومن بعد
نوريكم شنو درت في الفطور. تشوفوا هاد البيسيكليت ما شاء الله، هادي البنات ما كان فيها لا ورد لا حتى شي حاجه، وداه الزوج ديالي لعند مول الورد، وما شاء الله صراحه رجعها كتحمق خطيره. شوفوا شوفوا كيفاش دار ليها، سرعها صراحه جات زوينه جهه الباب. ديكور كما كتشوفوا خطيره البنات، هادو كان فيهم ورد حقيقي، هما راه فيزان بحال محبقات، وخواهم من ديك البلاصه لي اللور من الرمله وداكشي التراب اللي كان فيهم، وداهم عند نفس السيد اللي صاوب عنده هذيك البيسيكليت وقاد الورد. هذه بنيته زعما في البينك الغوز والولد في الزرق، وجاو ما شاء الله كيحمقوا. حطيناهم هنايا تحت التلفازة، شفتوا غزالين ما شاء الله. ديكورات كيلعبوا دور صراحة في الدار. سيدات خديت هاد البيجامات، هادو كيكونوا قصار كيتلبسوا في الدار، وحيت انا عندي الصاد بزاف البنات، عندنا الصيف حنايا ما شاء الله في الامارات. خديت ثلاثة، خديت هاد اللون هذا فيه قنية يا اختي على مزوينات، عاوتاني هادي في الابيض، واللي لابسه انا في الاحمر، لابسه انا وحده في الاحمر. زوينين صراحه ديال الدار، كتبقاي مبرده بهم حسن دوك السراول. هنا شوفوا البنات ما شاء الله، هذه ملي بانت لي يسحب لي العسل، هي راه سكراب مقشر للجسم والقدمين ديال القهوه. غادي نحلها غنحلها ونعاود نرجع. هما البنات شوفوا كيفاش دايره من الداخل، والريحه ديالها يا سلام. انا حاطاها في الحمام، هي راه كبيره على ما اظن فيها شي 5 كيلو، جيت فيها نيشان 5 كيلو. هذه البنات صديني عامين ولا 3 سنين، هذه ملي كدوشي لا لا كتشلي الجسم ديالك وداك الشيء، وكتقومي لحمك، ولكن ما ديريش لوجهك. انا ما كنبغيش ندير لوجهي هذا الشيء اللي كيكون مصنع، حاجه ملي كتكون طبيعيه اوكي. شفتوا كيفاش داير؟ وعندي هذا ديال الخوخ، حتى هو سكراب ها هو، وعندي واحد ديال الفريز انت هذاك ما حليته. خديت خديت جوج، خديت هذا وواحد ديال الفريز من غير هذاك الفريز اللي عندي. غادي نسطو، هادو هما المشتريات. شريت شحال من حاجه، شريت دوك يعني الادوات الاظافر، شريت بزاف ديال اللعيبات، ولكن عرفتي شنو البنات مره اخرى، لانه انا سخفانه. ها نتوما العبايه سخفانه يا البنات مره اخرى، وديجا ما هادشي ما كيتشافش، غير كنبغي صراحه ندير فيديو صافي، اما نتوما راه ما كتشوفوا حتى شي حاجه. مهم نتلاقاو في الفطور ان شاء الله باش نشوفوا الفطور كيفاش جا. البنات بالنسبه للفطور كما كتشوفوا درت الحوت اليوم، درت لي كوكياج، صوبت هاد القرص هذا بلا كريم باتيسري، واللوز سلطه، هذه ضروري تكون في الطبله الاماراتيه. صوبت الحوت الابيض بلا صوص بلونش، المهم الطبسيط ديالي انا عريته باش تشوفوه، الطبسيط راجلي مخليها مغطي. وهادي راه فيها الاكله اللي سميتها هاريس، هادي السمبوسه. صافي هذا هو الفطور ديالنا، بالصحه والراحه، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.